كان شرفا لي أن أجريت محادثات مع رئيس الجمهورية حول تعزيز مجالات التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. اتفقنا على طريقة جديدة للتعاون في مجال الصناعة. هذا المشروع خاص بالمقاولين الناشئين. مجال آخر مهم هو خطط الرئيس للاستثمار في الزراعات المستدامة بغية الوصول إلى تحقيق إنتاجية أكبر. To come to a higher productivity, and there UNIDO is a. اليونيدو مهتمة بشراكة جديدة، خاصة إدماج الشباب في التكوين المهني ونقل التكنولوجيا والمعرفة. In the sector of vocational training, and in transfer of technology and knowledge, it was really a. حقا كان شرفا لي لقاء رئيس هذا البلد الرائع والتوصل إلى توافق حول تعزيز مجالات التعاون.